الاهتمام بالشرق وباللغة العربية تبدأ في وجوه عشرات الشباب الروسي وهم يستمعون لكلمات عربية يتحدث بها أساتذتهم في ختام فعاليات أولمبيات اللغة العربية للجامعات الروسية. فطلاب 9 جامعات ومعاهد روسية بدأوا مترقبين وهم ينتظرون أسماء الفائزين لمسابقات هذا العام بعدما خاضوا اختبارات في الأدب والثقافة والعادات العربية فضلاً عن الترجمة. التفوق في الأولمبيات لا يرجع فقط لرغبة في التعلم بل أيضاً لرغبة مماثلة في العمل، فجل هؤلاء الشباب اختاروا التمثيل الدبلوماسي لبلدانهم وهو ما يقتضي وبالضرورة معرفة اللغات الأجنبية جنباً إلى اللغة الروسية. أظن أنني في البداية سأعمل في الوزارة الخارجية الروسية لأنني أدرس في معهد التابع للوزارة، ولكن بعد ذلك أريد أن أعمل في المجالات الأخرى، يعني في السياسة فقط بل في السياحة، في الاقتصاد، في بيزنس. وإذا كان المستشرقون من الطلاب سعداء باجتيازهم مرحلة كبيرة في تعلم اللغة العربية، فالأساتذة أيضا يرون في نتائج المسابقات السنوية مؤشرا واضحا على إقبال الشباب على تعلم لغة الضاد. وطبعا إذا كان هذا الاهتمام للمسابقات هكذا، طبعا كثير الطلاب يريدون دراسة اللغة العربية. أولمبيات هذا العام يقام للمرة الأولى في المعهد الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية، حيث يدرس نحو 150 طالبا اللغة العربية، لغة لم تكن غريبة عن معهد اشتهر باستضافته عددا من الشخصيات العربية البارزة خلال الأعوام الفائتة. لغة الضاد بنحوها وصرفها وأدبها كان مجالاً للمنافسة بين طلاب روس قرروا اقتحام عرين اللغة العربية، فاللغة هنا هي وسيلة لدخول سلك الدبلوماسية الدولية. محمد إلهامي، روسيا اليوم، موسكو.